بك لالا فاطمه معنا من القنيطره. لالا فاطمه صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. لاباس عليكم؟ مرحبا، كيف بقيتي؟ الحمد لله. كاين شي برد في القنيطره؟ نعم كاين شي برد؟ لا اختي، الشميشه دابا. شميشه؟ نعم جميل. صباح كان البرد وفي الشتاء وصباح الشميشه. الحمد لله. نعم الحمد لله اختي. اختي غنعطيك واحد الحليوه بريستيج. حلوه بريستيج. اللي بغات ديرها بريستيج ديرها، اللي بغات ديرها كيكه في الملاكاك ديرها اللي عجبها. كناخد واحد 200 غرام ديال اللوز غبره، 200 غرام لوز غبره، ونص ربعه الزبده العاديه دايبه، نص ربعه زبده عاديه هي دايبه، وتكون بارده حيت السيد كيديروها دافيه كتهبط ليهم الخليط وما كتنجحش. نعم بارده. و200 غرام ديال السنيده دايبه تكون بارده. اي 200 غرام سنيده، وربعه البيضات. ربعات البيضات. نعم، علاش كنأكد زبده باردة؟ حيت السيدة غير كدوبها كتخويها في الخليط. راه كتقتل ديك الخمارة يعني، وبزاف د الحوايج خايبين فيها. داكشي علاش ما كتنجح لهاش. إيه. كنقبطوا السكر نضربوه مع البيض. يعني تيبياض. مع البيض. إيه. تيبياض. ومن بعد نزيدو ديك الغبرة ديال اللوز ونحركو. وفي الآخر كنديرو الزبدة دايبة. ونقبطوا ليمون صغيورين. نعم. إما مسدودين وصغيورين، راه هما كيتباعوا في السيليكون دايرين وصغيورين وعالين شويه. نعم. وإما عالين ومثقوبين شويه، وإما مربعين، يعني السيده اللي بغات. نعم. إلا دارتهم عالين ومثقوبين شي ملي يخرجوا من الفران، كدير واحد المعلقه ديال الشوكولات في المول في القاع، وترد ديك الحلوه. نعم. تحيدها باش كتكون عندها واحد الأساس كتجلس عليه ديك الحليوه. أييه. نعم. وإلا كانت مثقوبه كدير واحد الكريمه مثلا الحامض، ولا الفواكه الجافه فيهم الكريمه معسلين. كنديروا شويه السكر محروق، شويه الكريمه، شويه الزبده، وكنخلطوا نعمروا دوك التقيبات. يعني دير واحد الكاناش، دير واحد الكريم شونتي، يعني دير اللي بغات. وفي لوكو السيده اللي بغات دير مثلا واحد لوكو في هذه الحلوه مثلا. نعم. شغل حامض ليمون، يعني راه كتجي رائعه. نعم. طيب اذا بقى الوقت حتى شي وحده. نعم. كريمه الحامض. كريمه الحامض معنا حتى مستمعه، اذا ناخذوا معك كريمه الحامض. كندير واحد الجبيضات كنضربو مزيان مع سنيده، 120 غرام سنيده تقريبا كاس. كريمه الحامض شحال قلتي؟ جبيضات. جوج بيضات؟ و 120 غرام سنيده مضربين مزيان. و 120 غرام سنيده. وكندير قشور الحامض. ضربة مزيان. تقريبا جوج حامضات. جوج حامضات القشور ديالهم. و 80 غرام ديال عصير الحامض. وواحد 50 غرام تاع نديرو حنايا 50 غرام ديال الشوكولاط البيض. علاش عطيت الشوكولاط البيض؟ باش نحيدو السيدة الجيلاتي اللي ما كتبغيهاش. الشوكولاط البيض. اييه. كنسخنو هذاك الحامض والقشور، وكنخويو على دوك البيضات، ونخليو يعقد شويه فوق العافيه. ومن بعد كنحيدو، كنخويو على داك الشوكولاط البيض بلا عافيه، ونحركو تيدوب كلشي. ومن بعد نقطعو ديك الزبده رقيقه، ونديرو كلشي ونضربو بالضرب يدوي، ونخليوه في شي بواطه ونديروه في الثلاجه. ونهار اللي كنبغيوها كنحطها في حمام مريم. هادشي واخا يتصاوب شهر ولا سيمانه، واخا يبقى في الكونجيلاتور، ماشي واخا غير في الثلاجه عاديه. نعم واخا في الثلاجه، خاص غير الثلاجه كلشي مسدود، حيت الثلاجه كتلقط الريحه. الخيار كيدير ريحه، الزبده كدير ريحه، يعني اي حاجه. خاص البلاستيك والفيلتاج، كل البواطات فيهم فيلتاج. يعني باش ما تخرج لهم حتى نعم حتى ريحه. صافي اختي، وكنعمر بها وكنصاوب لي طارطات، ونصاوبها زعما اللي بغينا، نلصقوا بها لي ماكارون لي صابلي، اي حاجه كتجي بنينه ولذيذه. ان شاء الله نجربوها لاله فاطمه. دابا باقي الوقت ناتك واحد الكريمه ديال الزبده اللي بيش والحلويات الكبار. نعم في دقيقه واخا. ماشي مشكل. واخا السيدات غيقول لك عطينا لفاطمه اكثر من الوقت، ولكن ما بقات السيده معنا. داكشي اذا قلنا الكريمه ديال اش ناخذوا؟ ديال الزبده. الزبده هي؟ كنحطوا واحد 150 غرام زبده ابا. 150 غرام زبده. 200 غرام ديال الشوكولاط كحل. 200 غرام شوكولاط كحل. مع جوج معالق كبار ديال القهوه سريعه الذوبان. مع جوج معالق كبار قهوه سريعه الذوبان. ونديك المره المزيانه، وكنقبطوا 5 صفار البيض كنضربوه مع 150 غرام ديال الكلاصي. ونخويو عليه تقريبا واحد نص ربعات الحليب طايب كيغلي، وفوق داك البيض باش يتعقم. ونردو فوق حمام مريم وحنا كنحركو حتى كتعقد. وكنزيدو عليه الشوكولاط، وكنزيدو عليه داك القهوه، وفي الاخر كنزيد ديك الزبده بوماد، ويكون الخليط الاخر بارد، ونضربو حتى كطلع الكريمه. نعم. ملي كنصاوبو لابيش كنطلوها وكنلويو، كنقسمو الجينواز مدور على 4 ولا 5، وكنعمرو الوسط. يعني السيدات ملي تصاوبها وتذوقها غتعرف علاش غتطلق.
نعم. الثقبه الصابليات، الثقبه لي ماكارون، دير بها اللي بغات. نعم. تاكلها في الخبز نيت. والله الا وتهني. تبارك الله عليك لاله فاطمه، شكرا على كل هذه النصائح اللي كتقدمي لنا، وشكرا لكل متتبعينا الاوفياء.